ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اتفقت ساكنة دوار إزربي إيمانوز ضواحي تيزنيت صباح اليوم الأربعاء 20 أكتوبر الجاري على وقع تعرض ضريح أحمد نتمورغي لعملية تخريب من طرف مجهولين يرجح أنهم من الباحثين عن الكنوز. ووفقا لمصادر الجريدة الإلكترونية أكادير إنو، فقد قام أشخاص مجهولون بنبش الضريح وإحداث حفرة كبيرة وسطه بحثا عن كنز بعدما اقتحموا المكان في غفلة من الجميع، ولقي هذا الحادث استنكارا شديدا في صفوف الساكنة المحلية، خصوصا بعد توالي هذه الظاهرة بالمنطقة، مطالبة السلطات المعنية بضرورة فتح تحقيق في الواقعة من أجل تحديد هوية المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.